بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، ينطلق هذا الشوط على بركة الله وتندفع هذه الأسماء، وننطلق مع المركز الأول هذا الشوط الخاص بالبكار. وتابع المركز الأول رقم واحد نوف سعيد بن عبد الهادي بن علي آل بريس المري مع المركز الأول ومع الصدارة. هنا انطلاق جديد، محمد بن سعيد بن محمد آل بريس المري مع الشهنية اللي تنطلق وتندفع في هذا المساء الجميل. المركز الثاني رقم أربعة عفاريت جابر بن عبد الهادي البريدي مع المركز الثاني. والمركز الثالث هذه نسيم أحمد بن سعيد بن مصلح بن جمهور الإحبابي مع المركز الثالث. رابع النوف تحتل المركز الرابع سعيد بن عبد الهادي بن علي آل بريس المري. والمركز الخامس الدوحة محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري. هذه الأسماء، وهذا الكيلو متر الأول راح الكيلو متر الأول. وأعود إلى المركز الأول بعد أن أعلنت لحضراتكم المراكز الخمسة المندفعة، المراكز المنطلقة، المراكز الباحثة عن الناموس. شعارات حضرت، شعارات شاركت، شعارات حرصت على الحضور اليوم في هذا السباق اللي يسبق السباق المرتقب الكبير، السباق الأهم، السباق الأغلى، السباق اللي رصدت له الجوائز العينية، الجوائز القيمة، الرموز الذهبية، الرموز الفضية. المتابعة والتغطية الإعلامية من كل قنواتنا الخليجية الحريصة على هذه الرياضة العربية الأصيلة التي ستتابع الحدث إن شاء الله في هذا الشهر بإذن الله، حدث مرتقب، السباق الأغلى والأهم. نتمنى التوفيق للجميع. مشاركة هذه الشعارات اليوم هو استعدادا أخيرا لهذا المهرجان الكبير. عودة إلى عفاريت. والله عفاريت في راسها عفاريت وجابر بن عبد الهادي البريدي. يلا يا البريدي، اسم على مسمى الشعار النمري، الشعار اللي ينطلق بالمركز الأول. هذه عفاريت في راسها 70 عفريت على المركز الأول، تبحث عن الناموس وعن الانتصار. المركز الثاني ود راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري، دير بالك من هذا الشعار يا راعي عفاريت. المركز الثالث يصل شعار الزعبي على المركز الثالث الدوحة محمد بن عبد الله الزعبي المري. المركز الرابع شعار البريسي على المركز الرابع مع وجود الشهنية ومحمد بن سعيد بن محمد البريسي المري. والمركز الخامس في هذا الموقف وفي هذه اللحظة يصل شعار صالح بن محمد بن نصر العامري مع الشهنية. هذه الأسماء، عودة إلى عفاريت. إلى عفاريت، يا سلام، ما أجمل هذا الاسم يا البريدي، ما أجمل هذا الاسم. اسم انطلق مع المركز الأول، خلاص يبغي لها عفريت يحركها الى خط النهاية، يبغي لها حديدة شوية. سلام، هذه عفاريت جابر بن حمى بن عبد الهادي البريدي. الله 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 الله، راحت العفاريت الشهنية. صالح بن محمد بن نصر العامري احد ضيوفنا واشقاؤنا من دولة الامارات، نرحب بالنصرة في هذا الشوط، ينطلق بالنصرة. المحاولات الاخيرة من ود راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. يلا يا ابو طالب، اللحظات الاخيره، ركز شوي، ولكن بالنصره انطلق ليهدي السلام. يبحث عن التوقيت بالنصره في هذا الشوط، يبحث عن التوقيت مع انتزاع الشهنيه صالح بن محمد بن نصر العامري، انتزاعها للمركز الاول. تهانينا يا بالنصره على هذا الفوز المستحق للشهنيه، سلاله غنيه عن التعريف. المركز الثاني ود على المركز الثاني، ما قصرت راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري. المركز الثالث وصلت ريماس محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي. المركز الرابع تصل عفاريت جابر بن عبد الهادي البريدي. المركز الخامس الدوحة محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي المري. إذا شواء الشهنية بشعار بالنصرة تنتزع نقطة الشوط السابع عشر
لتهدي لشعار بالنصر ناموسا مسائيا مميزا مع نجوم المستقبل كما يقول زميلنا دائما محمد بمريك، كما يردد دائما نجوم المستقبل. بالفعل هي نجوم تتناثر في ميدان الشحانية. هذه الأسماء ستشاهدونها إن شاء الله في العام القادم حاملة للرموز والأشواط الرئيسية. 4:33-43 جزء من الثانية. هذه الشهانية صالح بن محمد بن نصرة العامري، سلام العين سلام، تهانينا والناموس. ووصل الشعار بن شريم بالمركز الثاني مع ود، اسم جميل قدمه راشد بن طالب بن متعب بن شريم المري بتوقيت زمني قدم ود. 4:36 83 جزء من الثانية، تهانينا يا بن شريم. المركز الثالث وصلت ريماس محمد بن جعفر بن مرخان الكتبي بتوقيتا زمنيا وقدره 4:37 31 جزء من الثانية، تهانينا والناموس.